نوجه لكما. لا 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 كلام كده، انا زميل لكما، دعمت الثوره المصريه موثق بالكتابه في 20 مقال يومي في الاخبار الحكوميه عندما لم يكن احد يتحدث. انا دعمت الثوره المصريه بكل ما املك، انا حرصت ان انا اذهب الى احد الفضائيات اللي لقيتها بتسخر من الثوار وانا طالع من غرفه العمليات. انا بعت ولدي وقلت لهم لو متوا انتوا الاثنين فانتم مش اغلى من الشباب اللي موجود هناك. الثوره المصريه هي اعظم ثوره في التاريخ، لقد قلت عنها انها الثوره التي انحنى التاريخ امامها. اذا انا لا يمكن لاحد ان يصنفني ويوجه لي الكلام كاني ضد الثوره. انا متحدث، انا يا جماعه متحدث في الحقيقه باسم الخائفين في مصر، انا متحدث باسم الملايين الحقيقيه اللي جوه البيوت اللي قلبهم بيسقط خوفا على استقرار مصر. القضيه انا على فكره باخد على حضرتك انه انت اخذت خبر من على موقع الاهرام، هل تعلمين كم خبر نشرته مثل هذه المواقع ومنها الأهرام وثبت كذبه؟ أنه يا سيدتي العزيزة نحن الآن في مرحلة الفلتان، دي الجريدة الرسمية والفلتان للدولة. الإعلامي هو أعلى فلتان موجود في مصر. هقول لحضرتك هذا الموقع يعني؟ هذا الموقع هتلاقيه واخد منين؟ بس اسمعوني يا جماعة، ادوني فرصة ارجوكم. انا سكت خالص، ما اتكلمتش. انت بتتكلم يا سيدنا الراجل اللي عامل عمليه قريب، حرام عليكم. ايه حضرتك بتتكلم بجد ولا بتسخر؟ لانه ان كنت حضرتك بتسخر انا هكون سعيد ان انا امشي. لا 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 والنبي يا جماعه بجد، انت دكتور محمد، يا اساتذه دكتور محمد، لقد ايه، لقد تم الخبر ده، نحن لم نعرف مصدرا له. الخبر ده قد يكون مصدره احد مواقع التواصل الاجتماعي زي تويتر وزي الفيسبوك اللعينين، واحنا اتكلمنا وقعدنا. معلش احنا قعدنا نناقش فيه كما لو كان حقيقة مؤكدة. أنا الحقيقة أريد أن أعرف هل الخبر ده مؤكد أولا ولا لا. شوفوا لي حاجة تثبت لنا أن الخبر ده مؤكد. عشان يتأكد شوفوا لي يا شباب، لازم نتكلم بقى. أنا الوقت خبر ثاني يا دكتور، في خبر ثاني. دقيقة واحدة يا فندم، لو محدش نفى بالظبط، شوفوا لي أي حاجة تثبت لنا بسرعة. يعني ليه هالليلة للأهرام لما نشرت عندي خبر ثاني يا فندم؟ دقيقة واحدة. بس هو ثبت أنه جاسوس موجود مع الصور. يا أستاذي العزيز، ثبت أنه جاسوس وقدمنا له 25 واحد، خدنا 25 واحد يشارك في الثورة وهو جاي. أيوة أنا هذا كله ما لا يعنيني. بوليسة الشحن، صورة بوليسة الشحن. لا نزلي كده، نزلي بوليسة الشحن لو سمحت يا صافي. اطلعي بالورقة لغاية ما البوليسة تبان الورقة. وريني بوليسة الشحن، بوليسة الشحن على الشاشة لو سمحتوا. أيوة وعليها الأختام، هاتوا لنا نسخ منها. على فكرة أنا عندي حاجات زي كده بتتهم الأستاذ وائل قنديل باتهامات قذرة. لا 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 معمولة. لا لا أنا بقول لحضرتك حقيقة، ساعة ما طلعت الأوراق بتاعة الزبالة بتوع أمن الدولة، الناس زورت أوراق بالهبل. عظيم. يا دكتورة أنا أعتقد إنه هذا الموقع اللي هو تويتر والفيسبوك ده مواقع شخصية. أيوة. دي الأهرام. نحن لا، ما أنا بقول لحضرتك الأهرام هتلاقي الشباب اللي شغالين فيها مصادرهم هي فيسبوك وتويتر. انا انتظر فقط، انا لا اريد ان امنع احدا من حق ان يعلق، بس اعلق على حقائق، لكن اعلق على شائعات قد تثبت انها غير صحيحه. ده موضوع بصراحه يعني ليس اعلاما بالمره. يعني حضرتك بتقول مش واثقين صحيح ولا لا؟ نتاكد. احنا نتاكد. لكن هذا انا هو يعني رئيس وكاله انباء. يعني انا سمعت النهارده خبر نتأكد. زي ده الشناوي بتاع العيون هرب. مين اللي كان النهارده بالظبط بتاع العيون اللي متعرف؟ انا سمعت. طب انا سمعت انا سمعت والله اعلم ان حسني مبارك هرب. لا لا لا. وعياله هربوا وحبيب العدل هرب. استاذه فريده اعلاميه، انا مش اعلام، انا محامي. نعم. انا افهم انه لما خبر مهم ينزل المسؤولين في البلد دي مفروض ينفوا الشائعه، ولما يكون المؤسس بالله العظيم لو تفرغت هذه الدوله بكل مؤسساتها للرد على الاخبار الكاذبه والشائعات غير الصحيحه ما وجدنا احدا نحدثه. يا جماعه نحن مهم يا استاذ
فريدة، ألسنا في حالة فلتان إعلامي؟ معلش الحكاية المتلونون ملأوا الأرجاء، الناس بتقول كلام وبتقول عكس الكلام. أنا مش شايف خالص في قاعدة بتنظم العمل الإعلامي في مصر مطلقا، كله واحد بيقول أي حاجة وبعدين نقعد إحنا نتناقش فيها فتظهر عند الناس إنها صحيحة. شكلك كده هتبقى إعلامي قريب. الأستاذ أيمن، الأستاذ وائل قال إن أصوات الملايين كانت تنادي باسم بعينه. إن أصوات الملايين صحيح. أنا عايز أعرف من أين جاء رقم الملايين؟ هل الذين نادوا باسم الدكتور محمد البرادعي؟ حلو، خليك معايا بقى حضرتك. شوف الدكتور محمد البرادعي الذي اتهمه صديقه، صديقاء اللي هم المهندس ممدوح حمزة والأستاذ حمدي قنديل، بأنه لا يصلح، إلى درجة أن الأستاذ المهندس الأستاذ ممدوح حمزة قال، أنا هقول لحضرتك بس، الأستاذ ممدوح حمزة قال إن للأستاذ الدكتور المبجل العظيم محمد البرادعي صلات قوية جدا بمؤسسة تتبع رجل اسمه جورج سوروس. هذا الجورج سوروس هو رجل صهيوني متشدد، ساهم في معظم التفتيتات والانقلابات التي حدثت في أوروبا الشرقية والتي حدثت بعدها في أوكرانيا وفي بيبني عليها ممدوح حمزة اتهامه. مجموعة الأزمات الدولية دي مؤسسة سنة 95 بعد الأحداث والمجازر اللي في رواندا لإيقاف هذا النوع من الصراعات. يعني الصهيوني كان يحاول أن يخدم أفريقيا على لحظة بس. مين؟ قد يكون يهودي. ده موجود. لا لا لا. ده موجود في الأحياء معروفة. لا لا لا. دائما أكتر ناس بيطلعوا على بعض اليهود.